تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العملية التصنيعية التي تقوم بها الورش المركزية لشركة بتروجيت، حيث قام الوزير بجولة لتفقد أقسام العمل بالورش والتقى بالعاملين. جاء ذلك عقب جولته بالمنطقة البترولية بأسيوط، حيث اطلع على قدرات التصنيع التي تتمتع بها الورش التي تم افتتاحها العام الماضي لتوطين صناعة المكونات الأساسية في المشروعات البترولية وتوفير مكونات صنع في مصر وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية للمشروعات الجاري إنشاؤها.